سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة بإذن الله. اليوم غادي نعدل وصفتين. هاد الوصفتين كيصلحوا جميع أنواع البشرة بلا ما تخافوا حتى شي حاجة. الوصفة الأولى غادي نعدل تونر ديال الخل التفاح، في الوصفة الثانية غادي نعدل تونر ديال المعدنوس. فخل التفاح الفوائد ديالو لا تعد ولا تحصى، فهو عنده فوائد البشرة والصحة ديالنا، فوائد جد جد قيمة وفوائد مذهلة. كنتمنى أنكم تدخلوا جوجل تكتبوا فوائد خل التفاح على البشرة وعلى الصحة، فأكيد غادي تندهشوا. أول حاجة بغيت نقولها على خل التفاح هو أنه سبحان الله العظيم كيضبط مستوى الحموضة اللي عندنا في البشرة ديالنا اللي كتسمى البي اتش، وبالتالي فالناس اللي عندهم بشرة دهنية بزاف كتنقص ديك الدهنيات، كتنقص شوية بشوية مع الاستعمال الدائم. ماشي ديروها نهار وتقولوا اه ما درنا والو، ما يمكنش، هذه حاجة ما تدخلش العقل. وبالتالي الناس عاود اللي عندهم البشرة جافة بزاف كتضغطي البشرة، وما كتبقاش ديك البشرة ناشفه بزاف، حتى نعملوا لها الزيت عاد كيولي فيها شويه ديال الروح. فانا كنعاني من بشره جافه وكندير هاد خل التفاح ديما ما كيخطانيش. وبالنسبه للناس اللي عندهم حب شباب، اللي عندهم حب شباب في الوجه ديالهم، كنصحهم انهم يديروا هاد الوصفه هادي، فغادي يلاحظوا واحد الفرق كبير 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 بزاف فقط مع المداومه. صراحة هاد الشي خصو تداوم عليه، ماشي ديرو نهار وتحبس، خصك تداوم عليه. والمكونات ديالو بسيطة متواجدة رخيصة، علاش لا غادي نعكزو. وحتى في الطريقة ديال الاستعمال فهي سهلة. زيادة على ذلك فهو كيخفف علامات الشيخوخة، كيشد الوجه، كينقص من ديك البقع السوداء اللي كتنتج على الحبوب، ندبات، كيبيض، بزاف بزاف الحاجات. هاد التونر غادي نحتاج نص كاس ديال خل التفاح مع كاس ديال الماء. هاد الماء هذا فهو مغلي وخليته حتى برد ضروري باش نعقموه. بالنسبة للتونر الثاني غادي نصيبوه من المعدنوس. فوائد المعدنوس كذلك على البشرة وعلى الصحة ديالنا لا تعد ولا تحصى. بحثوا بحثوا بحثوا. غادي ناخدو واحد كاس ديال الماء، كاس ديال الماء قد هذيك اللي عملنا في خل التفاح، كاس ديال الماء الاتاي. غادي نسخنو مزيان، هو عندي الماء هنا طايب. غادي ناخذ واحد حفينه ديال المعدنوس قد هيدا، غادي نوضعوها في هاد الماء، ما باقي سخون بزاف، مغلي يكون سخون بزاف حتى يغلى. صافي كنشبروا هاد المعدنوس، كنوضعوه كنبركوا عليه واحد شويه حتى كيهود باش كيطلق مزيان ديك الفوائد ديالو، وكنغطيوه. صافي ما نرجعوش العافيه، كنغطيوه كنخليوه حتى يبرد. هاهما البنات، التونات اللي عدلت، هذا ديال خل التفاح وهذا ديال المعدنوس. صافي كناخذوهم كنعملوهم في قريعه هيدا عندهم بخاخ، انا ما كنسيبهمش كنخليهم. هذا كان عندي فيه ماء الورد واحتفظت بهم. صافي كنشبروا التونات ديالنا كنعملوهم في هاد القراعي وكنحتفظوا بهم. فبالنسبه ديال المعدنوس كيبقى 15 يوم في الثلاجه، بجوج بهم احتفظوا بهم في الثلاجه حتى نديروهم باردين. اما بالنسبه هذا ديال خل التفاح فكيبقى ديما، ما نخافوش منه، ما كيخسرش. هذا ديال المعدنوس كيبقى 15 يوم. صافي البنات، هادو هما التونات اللي عدلنا كنحتفظوا بهم في الثلاجه، كنديروهم في الصباح وبالليل من جو نعسو. كنعملوهم هما باردين من الثلاجه وصافي. كتحسوا بحد لافي رافريشيسون، واحد الانتعاش، والفوائد ديالهم لا تعد ولا تحصى. جربوهم البنات وردوا عليا في التعليق.